اخواني اخواتي، اقول لكم الخبر. سالفتنا اليوم سوالف بومايد. تكلمنا في كل شيء تقريبا عن جيل الطيبين، تكلمنا عن الكشتة، وتكلمنا عن ذكرة مكان ولقاء صديق، وتكلمنا وا لان جيلنا يحتاج سوالف، يحتاج ذكرى. الله على مدارسنا، والله على فريجنا، والله على بيتنا القديم، والله على شوارعنا. تكلمنا واستمتعنا أنا وياكم أخواني وخواتي في سوالف بومايد اللي رجعتنا لشوي لذكريات في قلوبنا وفي عقولنا، وتذكرنا أمنا وأبونا وإخواننا وخواتنا، وتذكرنا دكاننا، وتذكرنا يوم نطلع ونتلاقى ويا بعض في الفريج. أخواني وخواتي، أقول لكم الخبر أن هذه آخر حلقة في سوالف بومايد لهذا الموسم. إن شاء الله إحنا ما نكون قصرنا وياكم ولا أنتوا قصرتوا وياي. أنا أتكلم هالشيء صدقوني دمعتي في عيني، يعني إن شاء الله نلتقي على خير. بس أبا تقولوني شو رأيكم في سوالف بومايد، شو اقتراحاتكم حق الموسم الجديد. جيت اليوم في هذا المكان عشان ارجع ذكريات زمان. اليوم بالصدفه حاولوا تردون لاماكم القديمه اذا حصلتوها. اذكركم بشيء الكل نساكه، كل شخص وكل انسان، كل انسان. سالفتنا اليوم مو بسالفتي انا، سالفه جيل الطيبين معك. سالفتنا اليوم سالفه بنات خوات. اليوم بنعيد ذكرى حلوه، ذكرى شباب. سالفتنا اليوم تروع وبنفس الوقت تضحك. تعال يا زمان خلنا نسمع الراديو. سالفتنا اليوم عن المسلسلات قبل ويمعتنا. اليوم موضوعنا موضوع حالي طالب. سالفتنا اليوم مع الشرير الطيب الفنان المحترم خالد العبيد. اسمعوا الصوت، اسمعوا. تذكرون يا جماعة الخير مصروفنا كم. سالفتنا اليوم وين سوالفنا؟ سالفتنا اليوم سالفة. سالفتنا اليوم سالفة الشهادة. سالفتنا اليوم أناشيد الطفل. سالفتنا اليوم اللي تشرح القلب. سالفتنا اليوم سالفة شوي فيها خير. سالفتنا اليوم ليش يا جيل الطيبين ليش زعلان؟ سالفتنا اليوم محلات الفيديو. بس هي وين راح محلات الفيديو؟ دقيقة.